عشت تجربة أشبه بالحلم. البداية كان لها طعم آخر مع أول حركة في ساحة التدريب. أصبحت إنساناً آخر يعرف قيمة نفسه. أصبحت بطلاً حقيقياً وثقتي بنفسي ليس لها حدود. نقلتني من محيط عائلتي الصغيرة إلى أسرة كبيرة. منها تعرفت على أخلاقيات ترتقي بالنفس إلى أعلى مراتب الاحترام. منها أستمد قوتي، وبها ترتفع معنوياتي إلى عنان السماء. جيجيتسو جعلتني في أعلى درجات التركيز والقدرة على الدفاع عن النفس. نعم، هي تجربة صقلت مهاراتي وعلمتني أنه لا شيء يسمى مستحيل. جيجيتسو لها مذاق آخر يمنحك القدرة على قراءة المستقبل والتوازن في الحياة. جيجيتسو علمتني كيف أدافع عن نفسي. علمتني جيجيتسو حب التحدي والمنافسة. علمتني جيجيتسو أنا أسعى للمركز الأول. الجيجيتسو نمت فيني روح الإصرار. جيجيتسو رسخت فيني الانضباط. جيجيتسو أسلوب حياتي. هذا أسلوبي. جيجيتسو حياتي. أسلوب حياتي. منحتني السكينة والشعور بالسلام الداخلي والراحة والانسجام مع كل شيء. خليفة مراد مشاهدينا الكرام قاعد يعطي الميدالية الذهبية إلى سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. غير قواعد اللعبة بانضمامك لجيجيتسو. جيجيتسو غيرت حياتي، غير حياتك.